لكن فيما يبدو أنها محدودة جدا وأنها قد حسمت تماما ولا توجد أي احتياجات في المدن الأخرى ولا حتى في أم درمان ولا في أي ركن من أركان العاصمة المثلثة. الخطوط قالت إنها في سبيلها لمعالجة الأزمة الاقتصادية عبر خطط إعادة الهيكلة، لكن هذا الحديث لم يقنع على ما يبدو المحتجين الذين أعلنوا تصميمهم على مواصلة مشوارهم. المعارضة حالها حال المعارضة العربية التقليدية تظهر في المشهد الأخير، وهنا دعا ما يعرف بتحالف المعارضة إلى اعتصام وعصيان مدني، ولا يعرف أحد ما إذا كانت هذه الاحتجاجات سترغم الحكومة السودانية على التراجع عن قراراتها الاقتصادية أم لا. ذكر مجلس الأمة الكويتي على صفحته على موقع تويتر أن رئيس المجلس أحمد السعدون دعا النواب إلى اجتماع طارئ في مكتبه بالمجلس غدا.